مساء الخيرات حبايبي متابعيني، اليوم راح نكون في المملكة المتحدة ونسمع تفاصيل اختفاء رجل اسمه ديريك وزوجته إيلين سيفيرز من بيتهم بطريقة غامضة جدا. هم من الناس الأثرياء في الستينات من عمرهم، ليش اختفوا وكيف تم حل لغز اختفائهم؟ راح نسمع التفاصيل لكن كالعادة بعد الفاصل. نسمع. ورح أبدأ بإني أعرفكم على الأشخاص الموجودين أمامنا، ديريك وزوجته إيلين واللي هم سيفيرز طبعا اسم العائلة، من الناس الأثرياء المتقاعدين في منطقة هاملتون، بلدة صغيرة بعيشوا حياة الرفاهية على أصولها، عملوا اللي عليهم بها الحياة متقاعدين وسعداء. الزوجين بيعيشوا في هالمدينة الجميلة والصغيرة واللي تبعد ساعة تقريبا عن لندن، يقال انه هي تقع على شبه جزيرة فيها غابات فيها بحيرات، وفي بحيرة تعتبر الأكبر من صنع الإنسان في العالم موجودة في هالمكان. العديد والعديد من السياح بيجوا على هالمدينة الجميلة. The Severs family أو عائلة Severs بيعيشوا في هالمكان من 20 عام تقريبا. بيتهم اسمه The Bungalow، معروف عنهم إنهم ناس طيبين لطيفين، الكل بحبهم، علاقتهم جيدة مع الناس المحيطين. هالشخص اللي أمامنا واللي هو واحد من الجيران اسمه داغ كليمنس بيحكي بطريقة رائعة جدا عن ديريك، إنه أنا في حياتي ما قابلت شخص جيد زي هالشخص اللي هو ديريك. بحبوا تعرفوا ركوب الخيل، السباقات، ناس طيبين جدا. وحتى زوجته بحسب كلام الناس والمحيطين كانت سيدة لطيفة رائعة، من الناس اللي بيشاركوا في مجال الأعمال الخيرية والتطوعية. في النهاية بدي أوصف لكم أنهم اثنين رائعين متقاعدين، المفروض أنه تنتهي حياتهم بطريقة طبيعية. وآخر مرة شوهد فيها ديريك كانت في مكان اتغدى فيه مع مجموعة من الأصدقاء الساعة 3:30 تقريبا، المفروض انه اخذ سيارته ورجع مباشرة باتجاه المنزل. بالنسبة للزوجة آيلين فهي أيضا آخر مرة شوهدت فيها فترة ما بعد الظهر في نفس اليوم، المفروض أنه هي كانت في كنيسة بتحضر بازار خيري، ساعدت في ترتيب الأحداث والأمور اللي بتصير في هاي البازار، وبعد هيك ما حد شافها نهائيا. بتمر 5 أيام على آخر يوم شوهدوا فيه بيبدأ الأصدقاء يخافوا عليهم، لأنه معروف عنهم أنهم دائما ملتزمين بمواعيدهم، المفروض أنه عندهم مجموعة من المواعيد ما بيجوا عليها نهائيا. مباشرة بيخبروا رجال الشرطة، على طول بتروح دورية على منزل العائلة. لما يوصلوا على البيت اللي بيكون موجود داخل المنزل هو ابنهم اللي عمره 37 عام اسمه روجر، بيحكوا له بيسألوه عن آيلين وزوجها واللي هم والد ووالدته، طبعا بيحكي لهم انهم راحوا اجازة على لندن. على طول بيسألوه اذا ممكن ندخل يعني نلقي نظرة داخل المنزل، ما بيكون عنده مانع نهائيا. بيدخلوا، ما في أي شيء يدل على حدوث جريمة أو إنه في شيء غلط صاير داخل البيت، بغادروا المكان.
رجال الشرطة بيعملوا تصريح بيحكوا فيه إنه ما في داعي للخوف ولا في آثار على إنه صاير شيء داخل هالمنزل، لكن بتعرفوا الأصدقاء الناس اللي بيعرفوهم ما بيقتنعوا أبداً، بيكونوا متأكدين إنه في شيء غلط صاير مع هالإثنين. هم متعودين عليهم لما بدهم يسافروا يغادروا القرية يتواصلوا مع أصدقائهم يوصوهم على البيت على الحديقة، ما بيتركوا هيك الأمور فوضوية، بالإضافة إلى أنه عندهم عدة مواعيد هم تجاهلوها، وهالشيء أبدا مش من طبع هالرجل الستيني وزوجته. أيضا الأصدقاء بيكونوا مستغربين أنه ديريك وآيلين يتركوا ابنهم يعتني بالبيت، لأنه هو أصلا مصدر خيبة أمل بالنسبة لهم، إنسان فاشل لا يعمل، نصاب في مرة من المرات بيدعي أمام واحدة من الصديقات أنه هو طبيب نسائية، وهو لا له علاقة بالطب ولا بيعرف عنه أي شيء. ولما يسمع رجال الشرطة بهاي التفاصيل بصيروا متشككين إنه ممكن يكون صاير شي غلط مع ديريك وآيلين، لهيك وبعد 6 أيام بيرجعوا مرة أخرى على البيت حتى يقابلوا روجر، وبيرجعوا مرة أخرى لكن هاي المرة خلال النهار، المرة الماضية راحوا بالليل. بينتبه أحد ضباط الشرطة على الساحة الخلفية للمنزل وكأنه في عمل حفريات، بينتبهوا أيضا دليل على وجود نار في الحديقة كأنه كانت نيران مشتعلة. هل هاي الأمور أكيد بدها تلفت نظرهم وتثير شكوكهم. أيضا بينتبهوا خلال هاي الزيارة واللي صارت بعد 6 أيام على اختفاء ديريك وزوجته إنه في سجادة كأنها كانت موجودة في مكان معين والآن هي مش موجودة في المكان. بيبدوا الآن يفكروا في الموضوع على أساس إنه ممكن يكون في جريمة قتل. بيسألوه للابن عن الطريقة اللي غادر فيها والده ووالدته، بيحكي لهم إنه راحوا بالقطار. مباشرة رجال الشرطة بيأخذوا صور آيلين وزوجها ديريك وبيروحوا على محطة القطار اسمها بيتر بورو. بيبدوا يسألوا الناس الموظفين إذا شافوا هالزوج ديريك وزوجته على متن هالقطار ولا واحد فيهم بيتعرف عليه. هل المفروض إنه شوي هو ضخم الزوج يعني، بالإضافة لأنه بيمشي بطريقة بيستعين بعصا، ممكن لو فعلا كان على القطار الناس تنتبه عليه، خصوصا انه المكان شوي محدود يعتبر. بيتواصلوا مع السلطات المختصة في لندن، ما في انهم وصلوا على لندن ابدا. بتبدأ اخبار اختفاء ذا سيفرز الزوج والزوجة تنتشر على وسائل الإعلام، في الصحف العناوين الرئيسية تتحدث عن اختفائهم الغامض، والآن ما في أمامهم غير أنه يأخذوا فريق الأدلة الجنائية ويبدوا يبحثوا في هالمنزل عن بعض الأدلة. بيتوجه الفريق بينتبهوا على بعض بقع الدماء الموجودة في الحمام قريبة من حوض الاستحمام. بتعرفوا أكيد سرتوا المواد اللي بنستخدمها في حالة زي هيك، بياخدوا نكاشات الأذن وبيبدوا ياخدوا مسحة من هاي البقع، بعد هيك بيضعوا عليها مادة الفينوثيلين بالإضافة للهيدروجين بيروكسيد واللي هو ماء الأكسجين. أول مرة الصراحة بعرف هيك بنسميه باللغة العربية. لما يضيف وهاي المادة على طول بيتحول اللون للون الزهري، دليل على وجود الدم، وطبعا هالدليل غير كافي على حدوث جريمة قتل. يمكن مثلا صار معهم حادث بالحمام بفترات سابقة، المفروض البحث عن مزيد من الأدلة. لما يبحثوا في سيارته لديريك أيضا على المقعد الخلفي بيتم العثور على بعض البقع الداكنة، وباستخدام نفس الطريقة بيتم التأكد أنه هي دماء.
وحتى لما يفتشوا أجزاء أخرى من المنزل على باب الجراج بينتبهوا إنه في بقع بيتم التأكد إنه هي كمان دماء. هلا يعني بدأت الشكوك تكون شوي أقوى، بينتبهوا على مجموعة كبيرة من الأنسجة اللي لونها أخضر كانت موجودة في ممر المنزل. بينتبه فريق الأدلة الجنائية إنه نفس النوعية من الأنسجة كانت موجودة في صندوق السيارة، بالإضافة لوجودها على بنطال يخص السيد روجرز، على الأغلب يخصه. هلا لما يبدوا يبحثوا في البيت عن يعني شيء لونه أخضر ممكن يكون هو مصدر هاي الأنسجة، ما بيتم العثور على أي شيء نهائيا، بالتالي ممكن الشخص تخلص من هاي القطعة من الملابس أو غيره. وأكيد بتبدأ شكوك رجال الشرطة إنه هاي القطعة من الملابس اللي لونها أخضر أو القماش هي جزء من مسرح الجريمة واختفت مع الأشخاص اللي اختفوا. بيبدوا يفكروا بطريقة إنه الشخص الوحيد الموجود في المنزل وممكن يكون مسؤول عن اختفائهم هو ابنهم للأسف، لكن هم ما عندهم أي دليل على حصول جريمة أصلا غير بعض بقع الدماء البسيطة. بتبدأ عملية بحث ضخمة عن الزوج وزوجته، وبيبدوا في الحديقة الخلفية للمنزل لأنه هناك شافوا كأنه فيه حفريات. بيبدوا يبحثوا في المكان اللي فيه حفريات، حكينا عنه سابقا، بيبحثوا في النيران لكن بيخطر أو آثار النيران الرماد اللي كان موجود، بيخطر عبالهم أنه مستحيل استخدم هاي النيران في التخلص من الجثة أو الجثث، لأنه بتعرفوا يعني نحرق جثة بحاجة لنار لمدة طويلة ودرجة حرارة عالية، لكن بيتم العثور على بقايا أنسجة، ملابس، أشياء واضح أنه تم حرقها. بيخطر عبالهم أنه هاي جزء من الأدلة. وبتستمر عملية البحث لعدة أيام داخل حديقة المنزل، في الخارج الأماكن القريبة الغابات ما بتم العثور على أي شيء، إلا أنه بتيجيهم زي معلومة من أحد رجال الشرطة بيحكي أنه قبل عدة أيام على اختفاء أو التبليغ عن اختفاء آيلين وزوجها، هو انتبه على شخص موجود في منطقة غريبة، منطقة منعزلة من الغابات. المنطقة واللي اسمها إكستن أفينيو وودز، عادة بيجمعوا منها زي أوراق شجر، الصراحة ما عرفت أعرف لإيش بيستخدموها. هلا لما يسألوا لها شخص رجل الشرطة شو بيعمل في هالمكان، بيحكي له إنه بيجمع هالنوعية من أوراق الشجر، لكن أهل المنطقة الخبراء بيحكوا إنه بهالوقت بالذات مستحيل إنهم يجمعوا هاي الأشياء. السؤال شو كان يعمل هو في المنطقة؟ على طول بتتحرك فرق البحث على المكان اللي حكى عنه رجل الشرطة. هناك بيتم العثور على منشفة واضح إنه عليها كمية من الدماء. بيبدوا يفتشوا هالمكان على أساس ممكن يكون اللي تم دفن الجثث فيه، ما بيتم العثور ولا على أي شيء في هالمكان غير هالمنشفة اللي عليها جزء من الدماء. هلا صحيح إنه هي موجود تقريبا نفسها في منزل The Severs Family، لكن الدم اللي عليها كيف بدنا نتأكد إنه يخص هالشخصين واللي هم آيلين وزوجها؟ والآن هم متأكدين إنه آيلين وزوجها قتلوا، لكن لازم نحصل الجثث. أول شيء كنوع من الأدلة، وتاني شيء عشان أفراد العائلة الأصدقاء يدفنوهم. بيبدأ عندهم نوع من الإحباط لأنه يعني فتشوا المكان حتى بإيديهم بحثا عن الجثث وما تم العثور عليها. أحد الضباط والمسؤولين عن القضية واللي اسمه بالمر بيكون يتصفح الصور اللي تتعلق بهاي القضية، بينتبه على طين موجود على سيارة ديريك
اللي هو واحد من الضحايا، وكأنه هيك غريب شوي، يعني مش ممكن نشوفه على سيارة ماشية عادي بالشارع. على طول بيخطر على باله إنه يتفحصوا هالطين، بيستعين بشخص اسمه توني براون، هو جيولوجيست يعمل في واحدة من الجامعات. دكتور براون واللي يعمل في جامعة إكستر بياخد عينة من الطين، الأعشاب، البقايا الموجودة على الإطار، وبتعرفوا أعلى الإطار بيكون متجمع أحيانا الكثير من الأمور، بياخد منها عينة وبيبدأ يحللها باستخدام الميكروسكوب. من خلال دراسة هاي العينة، الدكتور بيحكي إنه المنطقة اللي أخذت منها هاي العينة هي من مكان يسوده شجر البلوط، لا وكمان بيتم العثور على الخيط اللي عادة بيستخدموه الصيادين في عملية الصيد، إذا هو رح يكون قريب من مكان يرتاده الصيادين عادة. هاي النقطة الأولى اللي بيحكي فيها دكتور براون. أيضا من خلال دراسة هاي العينات بيوصل لنتيجة أنه موجود عنده 20 نوع من غبار الطلع، اللي هو بتعرفوه أكيد في عملية تلقيح النباتات. على كل الأحوال الآن المهمة هي أنه يفصل غبار الطلع عن التربة اللي هي موجودة فيها، حتى يعرف طبيعة النباتات الموجودة في المنطقة، أكيد باستخدام طرق علمية. بفلتر هاي العينة، وفي النهاية بيستخدم حمض الهيدروليك واللي قادر على أنه يذوب التربة تماما، وفي النهاية ضل عندي غبار الطلع، وفعلا هاي اللي بيصير. الآن بعد ما تصفى هاي العينة بيوصل لنتيجة أنه في عدة أنواع من غبار الطلع، من ضمنها شيء يخص شجر البلوط، شيء يخص شجر بسموه الدردار، وأيضا الزعرور. هلا في نوعية معينة من الغبار بيكون محتار هالطبيب شو هي بالضبط، وبصير أمامه مهم الآن يعرف غبار هالطلع يخص أي نوعية من النباتات. بيبدأ يدرس الكتب اللي عنده، الصور، في النهاية بيوصل لنتيجة إنه هي نوعية من الأشجار مش كثير موجودة أصلاً في إنجلند، بسموها هورس تشستنت تري. السؤال وين هي موجودة بالضبط في هالمكان من بريطانيا؟ هاي الشجرة والمعروفة في آسيا أكثر منها في دول أوروبا، المفروض أنه هي موجودة في أماكن محددة. هلا بيعرفوا معلومة أخرى أنه هي بالذات غبار الطلع من النوع الثقيل جدا، وبالتالي صعب أنه ينتشر على أماكن بعيدة، على الأغلب بينزل تحت الشجر مباشرة. والآن مهمتهم البحث عن هالنوعية من الأشجار. تخيلوا أنه بيتم العثور على غبار الطلع اللي يخص هاي النوعية من الأشجار على الإطارات الأربعة للسيارة، بالتالي هي كانت موجودة في مكان في هاي النوعية من الأشجار. بالاعتماد على هاي المعلومة السابقة أنه هي منطقة غابات وفيها بحيرة وإلى آخره، أخيرا بيحددوا 5 مناطق ممكن يكون موجود فيها هالنوعية من النباتات، وبيبدوا يبحثوا حسب تعليمات دكتور براون في منطقة أول شيء بتكون قريبة على منزل العائلة. ما بيتم العثور على شيء، بيرجعوا يبحثوا في المنطقة رقم 2 واللي هي طبعا منطقة غابات وتنطبق عليها مواصفات دكتور براون، وهنا للأسف الشديد بيتم العثور على شيء. بتعرفوا كيف بيكونوا يبحثوا؟ بيستخدموا زي عصا أو مجرفة، بيبدوا يغرزوها في الأرض. هون بينتبه أحد الضباط كأنه هيك في شيء من الليونة، من أنه سوفت يعني مش يابسة. على طول بيخطر عبالهم أنه ممكن يكون مكان لوجود الجثة،
وفعلا بيكون هو المكان بهدوء، بيبدوا يحفروا هالمكان وبيتم العثور على الجثتين موجودين على كأنه سرير من لقاح الجسنات الهورس جسنات تري، وفعلا يعني دليل على أنه كلام الدكتور صحيح اللي هو دكتور براون، بياخدوا هاي الجثث على الطب الشرعي حتى بالتأكيد يعرفوا سبب الوفاة. آيلين وديريك اللي كانوا ملفوفين بغطاء سرير من اللون الأخضر بيتم التأكد إنه هو نفس العينة وجدت داخل المنزل، بتتذكر وحكينا في الممر في السيارة نفس النوعية من الأنسجة. جزء من العينات اللي كانت موجودة على الإطارات وجدت مطابقة للموجود في الباك يارد أو الساحة الخلفية للمنزل، أيضا من منطقة الغابات اللي كان موجود فيها الشخص اللي هو روجرز لما شافه رجل الشرطة. الآن عندهم عدد كبير من الأدلة، تخيلوا أنه وجدوا قطع من زي الطوب كانت موجودة على جثة آيلين وزوجها ديريك، نفس النوعية من الطوب كانت موجودة في منزل العائلة، يعني ما أخذ معه طوب حتى يدفن والده ووالدته. الآن كل الأدلة تشير إلى أنه الابن روجرز هو القاتل، إنسان مفلس فاشل على الأغلب إجا على والدته حتى يأخذ منها فلوس، ويمكن بتكون أول مرة والدته بترفض أنها تعطيه هاي الفلوس، مباشرة بيبدأ يهاجمها بمطرقة حسب السيناريو اللي يضعه المدعي العام. بيحكي المدعي العام انه صار بينهم جدال في المطبخ، بعد هيك هي راحت على الحمام، على طول هو بيروح على الحمام بيبدأ يوجه لها ضربات قوية، بعدين بلف جثتها بحرام لونه أخضر، بيسحبها على أرض المطبخ وبيبدأ ينتظر بوالده. لهيك تم العثور على بعض الأنسجة الخضراء على بنطال يخصه، وأول ما يوصل الوالد على باب الجراج بيبدأ روجرز يهاجمه بالمطرقة وبنفس الطريقة الوحشية، 10 ضربات قوية جدا على رأسه بحسب تقرير الطبيب الشرعي. بعد هيك بيحمل جثته يضعها في المقعد الخلفي للسيارة، بيحمل جثة والدته بيضعها في صندوق السيارة. لهيك وجدوا أنسجة لونها أخضر موجودة في صندوق السيارة لأنه هي ملفوفة بحرام لونه أخضر. وحتى يختصر الوقت بياخدهم على هالغابات، بيكون زي منطقة هيك محفورة بيضعهم داخل هالحفرة، بيضع عليهم قطع الطوب أو البلاط اللي أخدها من البيت، بغطيهم بالأعشاب والأوراق وبغادر المكان، لكن بغادر ومعه الدليل من إطارات السيارة. مباشرة بتم اعتقاله، توجه له تهم تتعلق بجريمتي قتل، وخلال المحاكمة أخيرا بيعترف بتفاصيل هاي الجريمة، ويعني بتعرفوا هم اعترافهم بيكون حتى ياخدوا حكم مخفف، لكن ما بياخد هالحكم، في النهاية يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. تخيلوا من ضمن هاي التفاصيل انهم كانوا في نهاية الستينات من عمرهم، يعني 69 تقريبا و68، يمكن لو صبر عليهم كان اخذ كل شيء وما خسر حياته. من ضمن هاي التفاصيل انه هو كان ابنهم الوحيد، ما إلهم غيره، حاولوا معه عدة محاولات انه يكون في الطريق الصحيح، لكن هالإنسان اللي كان يعمل أعمال بسيطة أحيانا في البارات في المزارع، كان يدعي أمام السيدات بأنه هو بيزنس مان استشاري طبيب وسوالف كثيرة، واضح انه بنى حياته على الكذب وأنهاها بالقتل. من ضمن هاي التفاصيل أيضا أنه بفترة من فترات حياته بيتعرف على سيدة بيكون عندها زي فندق صغير، بيصير بينهم علاقة، بيصير بينهم ابن، وبعد هيك بيهجرها وبيتركها بالكثير والكثير من الديون.
بحسب العديد من المصادر إنه كل مرة كان يروح يلتقي بفتاة يصير بينهم خلافات، ياخذ فلوسها يتركها يرجع يعيش مع والده ووالدته ياخذ منهم فلوس. هاي المرة كان شرطهم حتى يعطوه الفلوس إنه يرجع علاقته بالسيدة واللي هي أم طفله، لأنه هم بدهم يعني يكونوا جد وجدة. هو بيرفض ولهيك بيصير بينهم الخلاف. من آخر هاي التفاصيل اللي بحب أحكيها إنه المحاكمة صارت في العام 1994. جميع المصادر بتأكد إنه ما زال موجود في السجن. من ضمن المعلومات اللي بحب أحكيها إنه الطفل كان عمره سنتين لما جده وجدته حاولوا يقنعوا والده بإنه يرجع لوالدته وتكون علاقته فيها جيدة. كان عنده محاولة زائفة للانتحار حتى يستعطف والده ووالدته يعطوه مبالغ مالية، ولما فشلت هاي المحاولة فكر في قتلهم. للأسف كانت هاي نهاية قصتي لليوم. بتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوني باللايك. إلى اللقاء حبايبي.